والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معنا اليوم قصة من قصص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قصة يعني بتتكلم عن مرض خطير وداء خبيث عند بعض الناس. حتى الداء ده كان في الأمم قبلنا، وحتى فيهم، ووصل الداء ده إلى يعني بعض الصحابة، فالنبي نبه عليه عليه الصلاة والسلام، ومن بعد الصحابة إحنا كذلك. فاللي حصل إيه؟ روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: انتسب رجلان، يعني ألنا ابن فلان ابن فلان، يعني قال انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، فمن أنت؟ لا أم لك، يعني بيفتخر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الحوار بين الرجلين، فحكى لهما أمرا حدث في زمن موسى عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، حتى عد 9 يعني من الآباء، فمن أنت؟ لا أم لك. قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين، أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى 9 في النار فأنت عاشرهم، وأما أنت أيها المنتسب إلى 2 في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. هذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. طيب احنا عارفين يعني جميعا ان الاصل ان بني ادم كلهم يعني من تراب، يعني راجعين الى ادم عليه السلام، كلكم لادم وادم من تراب، فلا احد يمتاز على احد من البشر، لا باللون ولا بالجنس ولا باللغه ولا بالقبيله ولا باي شيء الا تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا يا رب؟ لتعارفوا وليس لتفاخروا أو لتتباهوا، فلا يفتخر أحد على أحد، إنما الله سبحانه وتعالى حكمته أنه جعل فلان أبيض وفلان أحمر وفلان أسود وفلان عربي وفلان عجمي وفلان يتكلم بلغة غريبة لا نعرفها، وهكذا باختلاف الأجناس والألوان، وفلان ابن قبيلة كذا وفلان ابن قبيلة كذا وفلان من قبيلة عادية وآخر من قبيلة ليست لها مكانة وليست لها وضع في البلد، وهكذا. لماذا يا رب؟ إن لتعرف، لكي نتعرف بعضنا على بعض ونرى حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فنقول سبحان الله العظيم الذي جعل كل هؤلاء يخرجون من نسل رجل واحد وهو أبينا آدم عليه السلام. فهذه القاعدة التي ينبغي أن نتعامل بها، وهي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نتداعى بدعوى الجاهلية، فقال: دعوها فإنها منتنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه عندما سمعه يعير أحد الصحابة، فقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ وغضب عليه: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه الحمية الجاهلية وهذه العصبية الجاهلية ممقوتة في الإسلام. قال: دعوها فإنها منتنة، عليه الصلاة والسلام. وأيضا الإنسان إنما يكرم بآبائه الأتقياء. إن كان سيكرم بأب أو بنسب،
إن كان سيكرم بأب أو بنسب يكرم لأن آباءه أتقياء. طيب إحنا خدنا في الدرس الماضي في القصة الماضية قصة وكان أبوهما صالحا. الله سبحانه وتعالى أرسل الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لكي يقيم جدارا في قرية في بلد، يقيم الجدار، وهذا الجدار كان تحته كنز لغلامين يتيمين. لماذا فعل الخضر ذلك وأرسله الله سبحانه وتعالى؟ قال لأن وكان أبوهما صالحا. وأيضا عندنا في سورة يوسف افتخار بالآباء الأتقياء كما فعل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، من؟ يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال ماذا في سورة يوسف؟ قال واتبعت ملة آبائي. لما دخل السجن يوسف عليه السلام وجلس مع صاحبي السجن فحكى لهما أنه ترك عبادة الأصنام أو ترك عبادة غير الله وترك الشرك، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. طيب بس بشرط أنا ممكن أفتخر بآبائي الصالحين الأتقياء وربنا يكرمني بيهم، بس بشرط إن أنا أمشي على خطاهم وأفعل فعلهم، وإلا أنا كده بدعي دعوة ليست حقيقية ومش هتنفعني الدعوة دي بحاجة. لو أنا افتخرت بآبائي بس مشيت على طريقهم ده اللي ينفعني، ما ينفعش. بدليل أن نوح عليه السلام هل ابنه انتفع بأن أبوه كان نبي؟ لا، نوح عليه السلام غرق وهلك مع الهالكين وكان من الكافرين، بل لما نوح عليه السلام جاء ويجادل ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة متواترة إنه عمل غير صالح لأنه أعمال لك لم تكن صالحة، كان على الكفر وأنت على الإيمان. فإذا الذي ينفع الأبناء الذين يفتخرون بآبائهم الصالحين أن يكونوا على دربهم وعلى طريقهم، أن يؤمنوا كما آمنوا حتى وإن تفاوتت درجات الإيمان. واحد يقول لك طب أنا مثلا يعني أبويا رجل كان صالح وكان بيعمل أعمال أنا ما أقدرش أعملها دلوقتي، كونك على الإيمان، كونك على الإيمان ودخلت في دائرة الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان أهل الجنة إن يخلي الأبناء مع الآباء ولو ارتفعت الآباء منزلة. قال تعالى في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. منزلة الآباء لو كانت عالية في الجنة والأبناء كانت تحت، ربنا من كرمه وفضله أن يلحق الأبناء بالآباء ولا ينقص من عمل الآباء شيئا. فإذا الذي ينفع الابن الذي يفتخر بأبيه الصالح أن يسير على دربه في طريق الإيمان ويعمل ما استطاع من الصالحات. أما المفخرة بالآباء الكفرة أو بالزعماء الفجرة أو القيادات التي عاثت في الأرض فسادا ونشرت الفساد، واحد يقول لك يا عم إحنا فرعنا، إحنا تبع الفراعنة يا عم، يا عم إحنا فراعنة أنت ما تعرفش ولا إيه؟ هو أنت فرحان أن أنت تبع، أنت تفتخر أن أنت يعني تبع الفراعنة؟ هو الفراعنة دول كانوا مسلمين؟ الفراعنة كانوا أتباع لفرعون وهلكوا وغرقوا مع جنود فرعون، كيف تفتخر بهؤلاء؟ بل أنت إن أردت أن تفتخر تفتخر بأنك من نسل الصحابة، بأنك على دين محمد عليه الصلاة والسلام. الرجل ماذا قال؟ قال أنا فلان ابن فلان، ذكر أبوين فقط والباقي كما قال أهل العلم كانوا كفار، فلم يذكرهم، لم يذكر آبائه الكفر آباءه الكفر، بل ذكر اثنان من المسلمين، ثم قال بعد ذلك أنا ابن الإسلام، أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، وكفى بها يعني وكفى به فخر وكفى بها نعمة.
خلاص. أما الرجل الأول الذي قال أنا فلان ابن فلان لحد ما عد تسعة من أبائي كلهم كانوا كفر، فكلهم كانوا في النار، فأوحى الله إلى موسى يعني يقول للرجل وأنت عاشرهم في النار. وأيضا بعض الناس يفتخر بالقومية العربية والأشياء الحديثة التي يعني العصبيات الحديثة دي لما دخلت في الأمة فرقت ولم تجمع، والله فرقت ولم تجمع، بل يزداد الأمر سوءا ويزداد هدما للأمة الإسلامية أن يدخل هذا التفرق وأن تدخل هذه العصبية بين الجماعات المنتمية إلى الإسلام وتريد أن تصلح وتقول نحن من الجماعة الإسلامية. فأنت لو رأيت اليوم كل جماعة تفتخر بنفسها ويعني لا تريد أن تمد يد العون إلى الجماعة الأخرى لكي يتعاونون مع بعضهم البعض فتنهض الأمة الإسلامية، بل كل جماعة تفتخر. الذي لا ينتمي إلى هذه الجماعة لا ليس منا، ننبذه جانبا ونتركه على جنب وسيبك منه مش تبعنا. طب ما دي عصبية جاهلية، ودي عصبية جاهلية مقيتة، وحمية جاهلية مقيتة نبذها الإسلام. الأصل أن احنا مسلمين، هو سماكم المسلمين، وهذا هو الفخر، وهذا هو الفخر إن أردنا أن نفتخر يعني، تمام. وحصل أيضا مع بعض الصحابة أنهم اجتمعوا مع بعضهم البعض مجموعة رجال، كان معهم سلمان الفارسي هذا الصحابي الجليل، فكان فيهم فذكر الرجال كل واحد يعني قاعد يذكر آباءه، ويعني فلان ابن فلان ابن فلان، فجاء الدور على سلمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنا ابن الإسلام. كل واحد فيكم عمال يفتخر بقبيلته وبنسبه لأنهم من العرب، وسلمان كان من بلاد الفرس، ولكن الإسلام لا يفرق بين عربي ولا فارسي ولا حبشي ولا رومي. فأبو بكر وعثمان وعمر وعلي بن أبي طالب كل هؤلاء وغير وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف كل هؤلاء كانوا من العرب الأصليين. سلمان كان من بلاد الفرس فارسي، صهيب كان رومي، بلال كان حبشي، وكل هؤلاء جمعتهم مظلة الإسلام ولم يفتخر بعضهم على بعض. هم دول الصحابة. سلمان لما عليه السلام رضي الله عنه لما رأى الصحابة جالسين كل واحد بيفتخر بقابلته أو يعني بيذكر يعني هو من آبائه وأجداده، فسلمان قال أنا ابن الإسلام، أنا أي نعم مش عربي بس يكفيني إن أنا ابن الإسلام. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه بكى وقال وأنا ابن الإسلام، على الرغم أن عمر كان عربي وكان قرشي، وتعلمون منزلة قريش الذي نزل القرآن بلغتهم، الله سبحانه وتعالى اختار لغة قريش واختار النبي عليه الصلاة والسلام يكون من قريش، ومع ذلك عمر لما بلغه هذا الأمر بكى وقال وأنا ابن الإسلام، لأن الإسلام يعني نعمة لا تعدلها نعمة، وهو الحق يعني هو يعني الفخر الحقيقي فعلا لأي أحد جرب أن يعيش في جاهلية أو جرب أن يعيش حياة ما قبل الإسلام وبعد كده ربنا أكرمه بالإسلام، هو ده اللي هتلاقيه يقول لك أنا مسلم وكفاية مش عايز حاجة تانية من الدنيا فعلا يعني. أما إحنا مشكلتنا أن إحنا اتولدنا من أب وأم مسلمين وفي بيئة مسلمة، ودي نعمة من أكبر نعم، ولكن المشكلة أن إحنا خدنا الإسلام بالوراثة، خدناه بالوراثة، فيعني تلاقينا ضيعنا حاجات كتير وسبنا حاجات كتير وقاعدين في نعم مش حاسين بيها، غيرنا بيتمناها، والله والله يا إخوة غيرنا بيتمنى أن يدخل الإسلام. ربنا قال سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، غيرنا مش حاسين بالنعمة دي والله، فإحنا من كتر النعمة اللي إحنا فيها مش حاسين إن إحنا إن الإسلام ده نعمة كبيرة. طيب
قلنا إن الفخر بالآباء ده يعني مرض فتاك ومرض يعني خبيث، لو انتشر في النفس سيدنسها. فالواجب على الإنسان أن يعني يزكي نفسه. الله سبحانه وتعالى أقسم يعني 11 قسما بشيء واحد، قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفسي وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا تزكية النفس أمر مهم يا إخوة، لذلك الله سبحانه وتعالى أقسم هذا القسم. فلابد الإنسان أن يزكي نفسه ويترك مثل هذه الأمور التي مثل هذه العصبيات التي تفرق ولا تجمع، وتدل على خساسة النفس وخباثة في الطبع. وأيضا من الأشياء التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في محاربة هذا المرض الخبيث، ففي سنة الترمذي وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام يفخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم من فيح جهنم، يعني ماتوا على الكفر، أو ليكونن أهون على الله من الجعل يدهده الخراء بأنفه. يعني ده كان يعني الجعل ده نوع من أنواع الحيوانات، يدهده يعني يدحرج الخراء بأنفه، اللي هو البراز يعني الذي يأخذ منه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. فمن عبر هذا الحديث وفوائده أن الإسلام يحذر من العصبيات المقيتة التي تقوم على الانتساب إلى الآباء والافتخار بهم ومتابعتهم على باطلهم ومناصرتهم على غير الحق، وهذه المشكلة. أما كما ذكرنا، إذا كان الآباء مسلمين مؤمنين صالحين واتبعتهم، لا بأس أن تفتخر بهم. ومتابعة الإنسان آباءه على الحق ومناصرة قومه على الحق ليس من العصبية، تمام؟ فهذا الأمر كما ذكرنا ليس من العصبية، كما قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأخيرا، مواجهة الفساد والانحراف بذكر أخبار السابقين. فقد روى الرسول صلى الله عليه وسلم للمتفاخرين قصة مثل قصتهما ليعتبرا بما فيها. لما سمع الرجلين قال لهم نفس القصة، سبحان الله، حصلت معهم، بس حصلت في زمن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وقد انتهينا من قصة اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. حد عنده مداخلة أو سؤال؟